بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم إلى أخبار الثقافة، والبداية مع أبرز العناوين. ختام مهرجان سباق الهجن الأهلية بولاية عدن. مناظر طبيعية جذابة بعد هطول الأمطار على ولاية صحة. أهلا بكم. تشجيعا لملاك الإبل على الاهتمام بتربية السلالات العمانية والحفاظ على الموروث العماني الأصيل، اختتم الاتحاد العماني لسباقات الهجن مهرجان سباق الهجن الأهلية بولاية عبري. السباق اشتمل على 9 أشواط وخصص للمشاركين من أبناء ولايات محافظة الظاهرة. محطة مثيرة من محطات مهرجان سباقات الهجن الأهلية لموسم هذا العام شهد ميدان أرفاش بنيابة حمراء الدروع بولاية عبري مشاركة واسعة من قبل المهتمين بهذه الرياضة التقليدية. الاتحاد العماني لسباقات الهجن يقدم لهذه يعني الرياضة أيضا يعني جوائز نقدية وعينية للسباقات. 9 أشواط رئيسة اشتمل عليها المهرجان، حيث تمكنت شعلة وجلمودة وهملول من انتزاع المراكز الأولى في أشواط اللقاية والحقائق والقعدان. هذا تراث، وهذا من زمان من أبانا وأجدادنا، ولا بد منه نكون فيه مهتمين به ويكون متابعينه ويكون طول عمرك مهتمين فيه بكثير منه، وهذا أصايل ولا اذا تغيب علينا هذا طحنا من هذا الموضوع، لكن لازم يكون نشجعه، لازم يكون نتابعه، لازم يكون نطالب له، لازم يكون في اهتمامه. اما شواهين والذيبه والواش استطعنا من احراز المراكز الاولى من فئه البكار في الاشواط المفتوحه. مهرجان سنوي يقام على ميدان ارفاش من اجل تشجيع المهتمين بتربيه الابل والحفاظ على هذا الموروث العماني. خليفة بن محمد الشماخي من نيابة حمراء الدروع بولاية عبري محافظة الظاهرة. تتزين الأرض وتزداد المسطحات الخضراء جمالا بعد فترة هطول الأمطار، فتصبح بعض المواقع وجهات سياحية جاذبة لعدد كبير من المواطنين والمقيمين. المسطحات الخضراء بولاية صحار استقطبت أعدادا كبيرة خلال الأيام الماضية. كل الطرق في صحارة تؤدي إلى الجمال، وثمة مسارات خاصة تأخذنا إلى جمال آخر، جمال نقلته وسائل التواصل الاجتماعي، فكان الحال مطابقا للمقال. والله مكان ما شاء الله جميل، احنا سبق قبل يومين شفنا فيديوهات استغربنا، يعني هذا المكان موجود في صحار نفس خريف صلالة، فجيت اليوم تأكدت بعيني يعني شيء عجيب صراحة. بعد الفيديو لما شفنا الفيديو شيء بسيط، لا لكن لما نشوف بعيننا ما شاء الله جميل جميل المكان. لم تبقى زاوية في هذه المساحة إلا وملأتها الحياة باللقاءات الأسرية والتجمعات الشبابية، وحتى هذه الطفلة لاذت بالطبيعة على ربوة خضراء تضيف للجمال جمالا. المكان جميل والمناظر رائعة، وفي أماكن يستوي يلعبوا فيها الأطفال. ألوان الطبيعة بعد هدية السماء للأرض جمال يستنطق شعراء الوصف، وبعض المشاعر أصدق من الشعر نفسه. فماذا قيل عن المكان؟ ما شاء الله المكان تحول إلى مكان أخضر بعد الأمطار، ومكان صالح للعوائل. أنا أنصح الجميع أن الجميع يجي يزوره، لأن المكان صراحة وايد جميل. أسعدنا بهذا المنظر الجميل بعد تساقط الأمطار على بلدنا السلطنة الحبيبة، حقيقة أسعدنا بهذا المنظر ويذكرنا حقيقة بمحافظة ظفار بصلالة. بغير موعد ودون تنسيق مسبق وبعيدا عن التكلف والصخب، تدب الحياة في هذا المكان الأخاذ فينبض بالنشاط. فقط هو مقطع إيجابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي دفع بالشباب والأسر من المواطنين والمقيمين لزيارة المكان. طبعا أنا من الكامل والوافي، شفنا بعض الصور المتعلقة بسياح المكارم في وسائل التواصل الاجتماعي، وقلنا فرصة ما دام أننا في صحار نجي ناخذ لفة ونشوف المكان على أرض الواقع،
وصحيح توافق تام ما بين التواصل الاجتماعي، الصور المتداولة والجو على الطبيعة. وصلني واتساب فيديوهات وصور، صراحة أولها أنا ما صدقت أنه في مكان زي هيك داخل صحار، فجينا ندلينا الدرب وجينا هنا أخذت العيال وما شاء الله المكان بجنن صراحة. أما الغروب قصيدة أخرى ترسل أبياتها الذهبية في مشهد طبيعي يجدد الدعوة لرصد شروق يوم جديد. تتلون الأرض لتبهج العين وتنثر على روابيها رائحة المطر، ومن هنا وهناك يتسلل إلى الآذان صوت الطبيعة في اكتمال صورة طبيعية متحركة تملأ الحواس الخمس. عبد العزيز بن حمد العجمي من ساحل المكارم بولاية صحار محافظة شمال الباطنة. أخبار الثقافة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. مقتنيات من أفلام حرب النجوم تعرض في مزاد قبل عرض الجزء التاسع. أهلا بكم. احتفل مركز تدريب وانتاج الصحفيات بولاية محضة بتخرج 19 منتسبة من حرفية الولاية، وخلال الاحتفال افتتح معرض للصناعات الصحفية احتوى على ركن منتجات المركز والتي تم انتاجها في خطة هذا العام، حيث تنوعت المنتجات بين أواني التقديم والضيافة وأدوات المكاتب وغيرها. رعى الحفل وافتتاح المعرض سعادة الشيخ عبد الله بن سالم الفارسي والي محضة. صور قديمة ومجسمات لشخصيات سلسلة أفلام الخيال العلمي حرب النجوم تعرض في مزاد على الإنترنت قبل أيام من بدء العرض المرتقب للجزء التاسع من السلسلة. المزاد يضم أكثر من 100 قطعة يرجع تاريخها لعقود مضت. مقتنيات متنوعة من سلسلة أفلام حرب النجوم ستار وورز، من صور قديمة إلى مجسمات لشخصيات سلسلة أفلام الخيال العلمي، تعرض في مزاد على الإنترنت قبل أيام من بدء العرض المرتقب للجزء التاسع من السلسلة. دار سوثبيز للمزادات قالت إن المزاد يضم أكثر من 100 قطعة يرجع تاريخها لعقود مضت، وتتراوح الأسعار بين 100 جنيه استرليني و 60 ألفا. من بين المقتنيات المعروضة خوذة يرجع تاريخها لعام 1976، تتراوح تقديرات سعرها بين 30,000 و 60,000 جنيه استرليني، ودمى شخصيات فيلم ذا إمباير ستراكس باك ومجسم سفينة الفضاء ميلينيوم فالكون، ويقدر سعر المجموعة بما بين 7,000 و 10,000 جنيه استرليني. ومن بين المعروضات أيضاً لوحة دعائية لأول أفلام السلسلة أما الجديد إنيو هوب، تحمل توقيع الممثل مارك هامل ويقدر سعرها بين 5,000 و 8,000 جنيه استرليني. وقال بروس مارتشانت مستشار سوثبيز إن الأمر استغرق عاما لتجميع القطع من مختلف أرجاء العالم، ويبدأ عرض الفيلم The Rise of Skywalker أحدث أفلام ستار وورز في دور العرض السينمائي في 18 من هذا الشهر. في ختام نشرة أخبار الثقافة، هذه عادة لأبرز العناوين. ختام مهرجان سباق الهجن الأهلية بولاية عب. مناظر طبيعية جذابة بعد هطول الأمطار على ولاية صحار. هكذا مشاهدينا انتهت نشرة أخبار الثقافة، نشكركم على المتابعة، في أمان الله.